نرجع لنصبح عليكم بالخير من جديد. الأسبوع الماضي تحدثنا مع الصيدلاني والمختص طبعا بمجال العناية بالشعر حسام حتك عن الاعتناء بشعر الأطفال. الوقت داهمنا وحسينا أنه هذا الموضوع بده نخصص له لازم حلقة تانية لحتى نتحدث أكثر عن الاعتناء بشعر الأطفال. أيضا صار في لبس ببعض المعلومات اللي قدمنا لكم إياها بالأسبوع الماضي، فاليوم أيضا حبينا أنه نكمل الموضوع بالاعتناء بشعر الأطفال وأكيد مع الصيدلاني حسام حتك. أهلا حسام، حياك الله. كيف حالك؟ اهلا وسهلا فيك. يعني زي ما حكيت لي قبل شوي انه المره الماضيه صار في لبس عند بعض الاشخاص بموضوع الاعتناء بشعر الاطفال خصوصا بعد الحمام، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. بس قبل هيك في عندنا سؤال زي ما دائما عودنا كل اللي بيتابعونا بجوائز مقدمه طبعا من حسام ومن ميلك شيك. ايش هو سؤال اليوم؟ السؤال ايش هي درجه الحموضه المثاليه للشعر؟ نعم. بشكل عام اللي لازم نخلي عليها شعر سواء كان اطفال ولا ادلتس، بس احنا هلا عم نحكي عن الاطفال. فالأجوبة 1.5 أو 7.4. فإيش هي درجة الحموضة المثالية؟ 5.5 ولا 7.4؟ الأقل. طيب طبعا بدنا جميع اللي بيتابعونا اذا حابين تربحوا من المنتجات اللي هلا رح نورجيكم اياها بدنا اياكم تبعتوا لنا اس ام اس على الارقام المبينه على اسفل الشاشه امامكم، تبعتوا لنا رمز الاجابه الصحيحه. احنا دائما بنحب الامور تكون باولها يعني بالضبط، تكون اول الارقام احلى شيء. طيب ايش الجائزه؟ تمام، هلا الجائزه هي عباره عن شامبو اسمه اكوليبريم شامبو. نعم. الشامبو الاكوليبريم شامبو هو عباره عن شامبو منظف، لانه بتعرف شعر الاطفال فعليا الامهات بحبوا ينظفوا وإلى آخره، فبالتالي بجوز واحدة من الأخطاء اللي دائما تتذكر ما كنا نحكي عنها إنه الأمهات بحبوا عشان ينطفوا شعر أطفالهم بروحوا بحطوا شامبو زيادة عن اللزوم. هلأ الشامبو اللي كتير هذا بصفه ما عم برجعوا بشطفوه، فبالتالي لما ما بنشطفش بيصير نفسه هو بنشف وبسوي قشرة وإلى آخره، بصيروا بدهم ينطفوه أكتر فبردوا بدخلوا بالدوامة أكتر. هلأ هذا الشامبو ديب كلينزينج زي شامبو الأطفال تقريبا. نعم. قاعدي شوي يعني درجة حموضته عالية 7.4، واللي هو احنا ما بدنا اياه يضل عليه، لازم نرجعه ل 5.5. بالضبط، لازم نرجعه ل 5.5. بالضبط. فالشامبو بيكون قاعدي عشان يعمل تنظيف عميق، بعدين بنرد نستخدم بعديه اللي هو كلر مينتينر كونديشنر، هذا بلسم للشعر المصبوغ. السؤال اللي كل حدا بيرجع بيسالنا عنه انه كيف انت بتستخدم بلسم لشعر المصبوغ لشعر الاطفال؟ النقطه انه احنا بدنا نرجع حموضه الشعر ل 5.5. على 5.5 الشعر مرتاح، ما بيكون عم بنحرق، ما بيصير أطرافه تشبك وتنفش ولونها يختلف وإلى آخره. فبعد ما نستخدم شامبو الأطفال أو مثلا مثل الإكوليبريم شامبو للأطفال، بنرجع بعدها بنحط بلسم لشعر المصبوغ درجة حموضته تكون 5.5 على أساس يرجع الـ pH تبع الشعر لل 5.5 اللي هو إحنا بدنا إياه. فبصير الشعر فيه لمعة، بصير فيه حيوية، شعر الأطفال ببطل يعقد، ببطل يشبك وإلى آخره. النقطة الثالثة اللي حكيناها دائما بنحكي عنها اللي هو كثير من السيدات اللي بكون أطفالهم شعرهم كيرلي، بتحكي لك إنه البنت بس تطلع من الحمام بيكون شعرها حلو ما أحلى وإلى آخره، بس ينشف بنفش وبصير يشبك في بعض. فالجزء الثالث من الجائزة اللي هو الكير باشن ديزاينر هو عبارة عن مادة عازلة بتنحط على الشعر لما يكون الشعر ما زال مبلول بعد الحمام. أوكي، فبيكون الشعر مبلول بنحط عليه الكير باشن ديزاينر، ولما نحط عليه الكير باشن ديزاينر بنخليه ينشف جوا الشعر، ما بنرجع من مشطه. وهي النقطة اللي احنا حكيناها بتتذكر المرة الماضية حكيناها، هي القنبلة اللي بدنا نزتها وفعلا كانت قنبلة والناس على الفيسبوك بلشوا فينا. النقطة انه شعر الكيرلي بعد ما ينحط عليه اي ستايلينج برودكت خلص ما بتمشط، على عكس الشعر اللي بكون معموله مثلا هايلايت والى اخره ما منمشطه الا لما نحط عليه ليف ان. وهون بجوز صارت اللخبطه، يعني اذا الشعر كان اساسا شعر معمول له هايلايت، معمول له تمليس، الشعر بشبك بعقد الى اخره، بجوز من شهر 12 لهلا واحنا عم نحكي عن فكره انه ديري بالك تحطي فيه المشط او تحاولي تمشطيه قبل ما تحطي عليه ليف ان. والليف ان فعليا بتخصلي فيه، ولما تصير الايد تمر كامل تطلع براحتها بعدين بنبلش نمشط بنسشور اللي بدنا نعمله. وحكينا انه هذا هو السبب اللي كثير ستات بيجوا بيحكوا انه والله انا شعري ما عم بطول، بنحكي لهم صح، لانك انت وشعرك وهو لساته مبلول، وقبل ما تحطي عليه ليف ان وقبل ما تخصليه باصابعك بتيجي بتمشطيه فانت بتكسريه. المره الماضيه قلبنا الطاولة، صرنا نحكي إنه أول إشي بدك تضمني إنه الشعر وهو مبلول بتمشطيه أو بتسلكيه وبتخصليه بتحطي عليه ليف إن، بعد ما ينشف خلاص ما بترجعي بتمشطيه. نعم. فهون صارت اللخبطة. هلا الوضع كتير سهل، هو الموضوع مش ملخبط، الموضوع شو هي طبيعة شعرك. الشعر إذا الشعر كان كيرلي، الشعر الكيرلي وهو ناشف ما بتمشط خلاص،
بعد ما تحط عليه ستايلينج برودكت او ليف ان كونديشنر بس بالايدين بتخصل. ثاني يوم اذا بدك ترجعي تظبطيه بتحطي على ايدك شويه زيت او شويه ليف ان بتحطي عليه وبالايدين خلاص برجع بتخصل وما برجع بتمشط. اذا تمشط الشعر راح ينفش. نعم. طبيعي خصلة هلا شعر معمول فير بالضبط حاولي مشطيها راح تلاقي انها نفشت. ليه؟ صح. لانه كل شعره مطعوجه بشكل معين بدل ما يكونوا مطعوجين مع بعض لما كل واحدة بدها تروح لحالها بصير في فوليوم بالموضوع. أوكي. هلا الشعر اللي بيكون اساسا معمول له كيميكال تريتمنتس معمول له هايلايت تمليس بيرمينج الى اخره بتكون الشعره نفسها ضعيفه بتكون بتمط جوا الحمام. فبالتالي او الشعر الطبيعي اصلا اللي هو بطبيعه مثلا من اللي حكينا عنه اللي هو شعر الدقيق او شعر الناعم بتكون الشعره نفسها رفيعه وقابله للتكسر. ف احنا اول شيء بنحط عليها الليف ان بنخصلها وما بنمشطه وهو مبلول بنخليه ينشف شوي بعدين اذا بدنا نمشطه بنمشطه. فهو طبيعه الشعر هي اللي بتحدد بنمشطه هو مبلول ولا بنمشطه هو جاف. طب هلا احنا عندنا هون الستايلينج برودكت اللي احنا رح نقدمه جائزه للي بيتابعونا اللي هو الكير باشن ديزاينر. كير باشن ديزاينر. هلا هذا بنستعمل معاه الليف ان ولا هو بيقدر هو الليف ان مخصص لشعر الكيرلي بس دائما الليف ان اللي بنحطه على الشعر العادي يختلف اختلاف جذري عن الليف ان اللي احنا بنحطه للشعر الكيرلي. ليه؟ هلا اذا كان شعر الست او البنت الصغيره او الى اخره يعني كان شعر كيرلي بيختلف شو هو الليف ان اللي بدنا نحطه يوم ما بدنا نتركه لحاله كيرلي يختلف كليا عن الليف ان اللي احنا بنحطه اذا بدنا نسشور او بدنا نمشط او الى اخره. ليه؟ بالحالة الثانية إذا بدنا نسشور أو بدنا نمشط بدنا نحط إشي بده يكون مثلا سيليكون أو إشي ملك اللي هو على أساس الهدف منه إنه ديتانجل يفك الشعر عن بعضه ويحمي الشعر من الحرارة أو من الشد الميكانيكي بهاي الحالة. ولكن إذا كنا بدنا نترك الشعر وهو كيرلي يعني بس بدنا نتركه على لفته يعني مثلا كتير ستات اللي بيكون شعرهم كيرلي مثلا بالشتاء بيسشوروا فبيستخدموا ليف إن معين بالصيف بيصير سباحة وجيم صح. ومش عارف إيش وهيك بحبوا يتركوا كيرلي كتير. هلأ ليف إن بدك تستخدمه بهاي المرحلة مختلف كليا. لازم يكون عبارة عن ليف إن يحتوي على مواد بنسميه إحنا هايجروسكوبيك إنجريدينس اللي هي المواد الحافظة للماء أو الجاذبة للماء. لما ينحط على الشعر وهو مبلول بنرجع بنحكي مش رطب مبلول يعني بده يكون 80% لسه المي موجود فيه وظيفته انه بيعمل نوع من العزل للشعر فبالتالي ببطل يسمح للمي اللي موجود على الشعر انه يطلع للجو وانه تفقده الشعر فبالتالي بيحمي الشعر من الجفاف وهو اهم شيء. ولاحظي عاده انت اذا بدك تتخيلي هلا اي وحده من صاحباتك شعرها كيرلي تخيلي طرف الشعر بتلاقيه دائما افتح وبتلاقيه دائما فعليا اللي بسموه منبز وبكون مقصف اكثر لانه شعر الكيرلي غير قابل للاحتفاظ بالرطوبه. فبالتالي الليف ان مثل الكير باشن ديزاينر اللي يستخدم للشعر الكيرلي فعليا هو بيعمل نوع من الكوتينج وبحفظ المي جوا فهو يختلف اختلاف جذري عن الليف ان العادي. طيب اذا هيك بتوقع انه الصوره وضحت يعني إن شاء الله. بشكل إن كامل ان شاء الله ان شاء الله. طيب في عنا اتصال. الو 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 صباح الخير. صباح النور. كيفك كميس؟ اهلا وسهلا. معاكي وسام بس اذا بقدر احكي مع صيدلاني تفضلي. يعني. طبعا تفضلي. يعطيك العافيه استاذ حسام. حياك الله يا مرحب. بس عفوا استاذ حسام انا بدي اسالك عن الشعر الناعم انه اذا مشطناه بدون استخدام الليف ان. ما سمعت كمان مره معلش. كمان مره ما سمعناكي. عن الشعر الناعم اذا بدنا نمشطه بدون الليف ان ايش الطريقه الانسب لتنشيطه؟ ومثلا زيت يقوي الشعر. الشعر ناعم وبتمشطه هي بدون ليف ان. من دون ليف ان. لما تمشطه بدون ليف ان ايش بصير معنا؟ ايش الانسب يعني لطريقه التمشيط؟ يعني ايش الانسب لطريقه تمشيطه؟ انت ما بدك تستعملي ليف ان يعني؟ ما بدك يعني. تستعملي ليف ان. وبدي زيت مثلا يقوي الشعر، اسم زيت يقوي الشعر. طيب اسم زيت بقوي الشعر؟ بقوي الشعر من ناحيه بقوي الشعر نفسها ولا بقوي الشعر من الجذور؟ يقوي الشعر من الجذور يعني يصير يعني انه اسفك يعني مثلا يصير فيه فراغات انه مثلا تطب بهاي الفراغ مثلا. طيب وصلت. شكراً. في اي اسئله ثانيه؟ حياك الله يا مرحبا. شكرا لك. شكرا. طبعا ميس اول نصيحه بننصحها للاخت بهاي المرحله انه يفضل انك تستخدمي ليف ان. هلا اذا ما بدك تستخدمي ليف ان يفضل انه قبل ما تمشطي الشعر قبل ما تحطي المشط بالشعر او الفرشايه على اساس انه بس تدخل ايدها والتشابك اللي بصير عندها من الطرف تصير بس باصابعها هيك تفكفكه عن بعض. ليه؟ الشعر بطول بشكل كتير بطيء يعني الشعر فعليا بطول من سنتي لسنتي ونص خلال الشهر. كتير ستات بيجي بحكولك انا شعري عم بوصل طول معين بعديها ما عم بعود بطول.
اول سؤال بنساله انه شعرك بيعقد بعد الحمام، الاغلبيه العظمى بتجاوبنا انه بنحكي لها شو بتعملي؟ بتحكي بشد بالفرشاه. طب اذا من حمام لحمام شعرك طول 2 3 ملي وانت شديتي على الفرشاه كسرتيهم، فشعر راح يبطل يطول، فراح ضلك 2 و3 و4 على نفس طول الشعر. مجرد عمليه التخصيل هاي ما بتتخيلي قديش بتريح، مجرد استخدام ليف ان جيد ما بتتخيلي قديش بيساعدك بعمليه التخصيل، زائد غير انه النعومه واللمعه والحمايه و و و و الى اخره، هي شغلات حكيناها. فحتى لو ما بتستخدم ليف ان بدها تخصل منيح قبل ما تمشط الشعر. هذا السؤال الاول. هلا السؤال الثاني اللي هو ايش هو الزيت او المقوي اللي انا بدي احطه على فروه الراس؟ هون بدنا نحكي للناس انه رجاء ديروا بالكم شو بتستخدموا يعني، والاشياء اللي بحطوها، وما تسمعوا لاي حدا ايش عم بحكي لكم. يعني حتى الاشياء مثلا مثل هلا احنا عم نحكي، عم بحكي شيء على على التلفزيون، واضح انه الواحد لازم يشك انه هذا الزلمه هل هو بس مجرد بيروج لمنتجاته ولا عم بحكي شيء منطقي. صار سهل انك تروح تدور وتشوف هذا طبعا الحل. تكتشف يعني. والستات بصراحه بخبصوا كثير. يعني احكي لك واحده من الامثله، والدتي الله يصبحها بالخير يا ربي، الله يرضى عليك يما على العمله اللي عملتيها فينا. قبل اسبوعين قاعدين انا وياها مدرج، فبطلع على شعرها بحكي لها يما ليش شعرك هالقد ناشف؟ يعني هو هذا، وانا بعطيها ارغان وميمعه وبدير بالها على حالها. انت الوكيل يعني. تخيل. فبتحكي لي والله قريت بالجريده انه حطوا زيت خروه على شعر، فحطيت فحرق لي شعري. فبحكي لها يما انت بكل بساطه يعني عرفتي كيف، من كل الناس انت يعني عرفتي كيف، اذا مش لاشي لازم يكون شعرك ظابط دائما، عشان لما الناس يعني يحكوا انه والله انه ابنها يعني على ايش صيدلانيه هي وميمعه، مش انه تحكي انه مش قاري وصدقت الكلام. يلا الله يسامح. فهاي الاشياء مش اي حدا بحكي اي شيء بنرد عليه وبنحط زيوت. اذا ما كان استخدام الزيوت الصح على فروه الراس، على الاغلب على الاغلب راح تسوي تساقط وراح تسوي مشاكل والى اخره. بفروة الرأس إذا إحنا بدنا نحط إشي على فروة الرأس يساعد على نمو الشعر، إما بده يكون إشي غني بالمواد المغذية، مثلا مثل بتتذكري إحنا حكينا مرة كان في عنا الكلوريلا فالغاريس اللي هو نوع من الطحالب البحرية اللي هي غنية بفيتامين إي فيتامين سي فيتامين دي إلى آخره، أو أشياء غنية بمادة الكامفر عشان اللي هو معروف بالطب العربي اللي هو الكافور، على أساس أنه يمنع التساقط. زيت خروع وزيت مش عارف إيش وزيت تمام. كذا وكذا وكذا وحية وحشيش هاي الأشياء بلاش منها، لأنه لقدام راح تسوي مشاكل. والله يوميا يوميا نرى عدد كبير من الناس بيجوا بيحكوا لنا أنه والله ما هو هيك حكولي وأنا هيك سويت وهلأ أحل لنا الموضوع. فبدناش ندخل بهاي الميمعة طبعا. يعني واحيانا هاي الزيوت بيكون في لها تاثير جانبي قوي جدا على الشعر، يعني زي ما حكيت بقدر تسخن الشعر، واحيانا ما بنقدر نحصل كمان مره على الشعر، على الشعر نفسه. يعني حتى لو كان زيت جيد جدا يعني احنا هلا مثلا زيت الزيتون خصوصا بمناطقنا احنا بنحبه بكل المناحي، وحتى احنا بنعتبره زيت مقدس والى اخره، وطبعا يعني بكل الديانات بنرجع بنحكي يعني هذا زيت مهم جدا بالنسبه لنا في هاي المنطقه اللي احنا موجودين فيها. ولكن زيت الزيتون اذا بتحطه على فروه الراس راح يسوي لك تساقط، خلاص انتهى الموضوع، فيش مجال نلعب بهاي القصة. هاي المعلومة يعني جدا مهمة صراحة، لأنه احنا دائما بالنسبة لنا زيت الزيتون هو الزيت المهم جدا لكل الجسم مش بس الشعر. هلا كثير ناس بيرجعوا بيحكوا لنا، بس آخر نقطة يعني يحكي عن هذا الموضوع، بيجي بيحكوا لنا إنه والله ما هو هي ستاتنا وأمهاتنا كانوا يستخدموا زيت زيتون على طرف شعر وطلع على شعرهم وإلى آخره، بس احنا بدنا نتذكر عوامل ثانية. هلا أول إشي هم ما كانوا يصبغوا زي قد ما احنا بنصبغ، ما كانواش يعملوا هايلايتس ولوميناج وأومبري ومش عارف شو للشعر، بلس عوادم السيارات والغبرة والبنى والعمارات اللي عم تطلع هاي كلها ما كانت موجودة على وقتهم. فبالتالي يعني احنا زيت الزيتون على شعرنا هلا اذا بتحط زيت الزيتون على الشعر ما بتتخيل الغبرة والوسخ اللي راح يلم لك اياه على شعرك، مش زي ما كان هذا الحكي قبل 60 سنة. صح. فبالتالي في اختلاف أنماط ولازم احنا نمشي معه. صح. طيب هلا شوي خلينا نحكي عن موضوع الاطفال والاعتناء بشعر الاطفال. المره الماضيه حكينا عن موضوع البرك وكيفيه الاعتناء بشعر الاطفال بالبرك. تقريبا ضايل يومين بنفوت بشهر رمضان الفضيل، كل عام وانت بخير، من بعديها كمان رح نرجع لانه الدنيا رح تضلها صيف، رح نرجع الموسم. صح. فخلينا هيك نعرف كيف بنقدر نعتني بشعر الاطفال، وخصوصا هلا خلال شهر رمضان يعني رح تتوقف السباحه وهاي النشاطات رح تقل شوي. فكيف بنقدر نرجع شعر اطفالنا لحتى يرجع على حيويته، لانه لابد من انه شعر الاطفال راح يخرب خلال هالفتره. بالضبط. هلا اول نصيحه احنا بنيجي بنحكيها للناس انه مبدئيا هلا صايره في موضه كثير كبيره لاطفال بعمر كثير صغير عم بيعملوا لهم تمليس واشياء مثل هيك، يعني بسن 8 سنين و10 سنين و12 سنه. اول نصيحه هاي بشكل اخوي انا باجي بقدمها انه رجاء ما تعملوا هاي العمايل بولادكم. ليش؟ لانه هذا قرار لا رجعه عنه،
هلا انا فعليا لا انا مع التمليس ولا انا ضد التمليس، لا انا مع الكيراتين ولا انا ضد الكيراتين، ولكن انا مع شيء واحد، انه الشخص ياخذ هيك قرار لما يكون هو واعي وقادر وفاهم انه هذا القرار عم بياخده لحاله مش عشان تاثير المجتمع حواليه، وهو عم بقرر انه هذا القرار انا بدي اياه وبدي اعيش مع وقته. يعني بنت عمرها 12 سنة، أنت جيتي ملستي لها شعرها، طب بعد 6 أشهر راح يطلعوا الجذور الجداد، الجذور راح يطلعوا كيرلي، شو بدك تعملي فيهم؟ بدك تملسي كمان مرة؟ طب بعد 6 أشهر؟ طب بعد 6 أشهر؟ وين بدك توصلي؟ بدك تزهقي أنت كأم، بدك تيجي تقصي لها شعر، يا أما بدك تخليه كيرلي من فوق ومن تحت نازل، يا أما بدك تقصي كل الجديد، راح يصفي شعرها قصير. بنت عمرها 14-15 سنة، أنت عملت لها قص بوي كات، يعني مو قرارها، واضح إنه في إشي عم بضغط عليها، إما من المجتمع، من المدرسة، صاحباتها إلى آخره، أو من الأم مثلا جاراتها، نسايبها إلى آخره، عم بخلوها إنه والله شعر بنتك خشن اعملي له هاي العمائل. فبالتالي أول قرار إنه هاي الحركات بلاش منها. أنا دائما بحكي البنت بس تتخرج من المدرسة وتتخرج من الجامعة وتصير عندها شخصية مستقلة وهي مقررة إنه أنا بدي أعمل هيك إشي دراستك تعمله، لأنه وقتها هي بتقدر تتحمل نتائجه، لأنه هي عم تعمله إلها مش لضغط الناس اللي حواليها. هذا رقم واحد. رقم اثنين وسؤال يعني بجوز أنا وأنت حكينا عن موضوع السشوار إذا بتتذكري قبل كم من أسبوع، وإنه شو هو السشوار الصح وإمتى أستخدمه، أنا شف شعري بالسشوار ولا ما أنا شفوش، وجبنا سيرة هذا الموضوع وكتير ناس عم بيسألوا عن النقطة. هلأ شعر الأطفال تحديدا يفضل إنه لما أنت تيجي تنشفي لها إياه تنشفي لها إياه على البارد مش على الحامي. يعني معظم السشوارات صار فيهم بارد وحامي. ليه؟ طبعا. البارد اولا ما بنزع لمعه الشعر، بخلي الشعر يلمع بشكل كثير احسن. اثنين بخليه يهدل بدل ما يخليه ينفش. فبالتالي بحل لك جزء كثير كبير من المشكله اللي بتنشطر بده يجي بعدي. صحيح. هلا للاطفال ولا للكبار؟ هو بشكل عام هلا انت اذا بدك تسشوري بدك تعمل تسريحه معينه لابد انه يكون على الساخن، عشان الساخن هو اللي بيمسك لك الشعر بشكل معين. ولكن اذا بس بدك تنشفيه يفضل انك تنشفيه بالبارد عشان يعطيك لمعه كثير اعلى. هلا انا بعرف يعني مثلا برجع بحكي انا ومرتي لما بدنا نسشور لبنتنا الصغيره انا باخذ وقتي وبعمل لها بالبارد واخر هي على السريع على الساخن عشان بدها تخلص. ما هي ظروف الحياه يا حسام، يعني حرام عليك. الامهات الله يعطيهم الف عافيه. بعرف عليكم كثير شغل ووقتهم، يعني بشكل عام الام وقتها بالبيت مشغول 10 اضعاف احنا ما بالزبط. وقتنا مشغول يعني، بس مع هيك اللي الوقت الخمس دقائق او العشر دقائق اللي عم توفيهم هلا راح تعاني فيهم باليوم الثاني. ودائما الاهل بدهم اولادهم يطلعوا باحلى صوره وباجمل شعر. صحيح. فزي ما حكيت يعني نعطي 5 أو 10 دقائق للاطفال زياده. بعرف انه صعبين يعني، لانه انا برجع بقارن زي كل واحد بقارن مثلا زوجته ووالدته والى اخره، طول نهارنا بنشوفهم البيت وهم قاعدين عم يركضوا. لما ثلاثه بدهم يتحملوا بنفس الوقت مصيبه المصايب هاي بتصير، بدك تحسبها بدها تصير نص ساعه مش 10 دقائق. بس هو السشوار البارد كثير احسن. صح. طيب ناخذ اتصال معنا ام احمد. هلو. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. معنى بدي اسال الصيدلاني وين بلاقي البرودكت تاعونه؟ أنا والله أنا اليوم على كل إن عندي مشكلة سمع مش عم بسمعك منيح. وين بتلاقي المنتجات؟ نعم. أوكي. هلا أظن بتكون دانا عم بتحط على البوست اللي موجود حاليا على الفيسبوك، بتكون عم بتحط عليه إنه الويب سايت تبعنا أو الفيسبوك تبعتنا البيج، أو بتقدري تستني على الخط يعطيكوا رقم تليفوننا وإذا حكيتوا معنا إن شاء الله بندلكم وين ممكن تلاقوهم. إن شاء الله. طيب أم أحمد نتشكر اتصالك، خليكي معنا على الخط، نحولك على الكنترول روم عشان يحكوا لك تفاصيل وين بتقدري تلاقي المنتجات. نذكر كمان مرة بالسؤال. السؤال It goes like درجة الحموضة المثالية للشعر هي الجواب الأول 5.5، الجواب الثاني 7.4. 7.4 حكينا هو الرقم الأقل. بدنا إياكم تبعتونا رمز الإجابة الصحيحة على الأرقام المبينة على أسفل الشاشة، طبعا عن طريق الـ SMS برمز الإجابة 1 أو 2. بما أنه بنحكي عن هذا الموضوع، شو رأيك نرجع نعيد موضوع درجة الشامبو الأطفال؟ أوكي. شامبو الأطفال درجة الحموضة تبعته 7.4. هلأ بعد ما حكينا عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا صاروا يجونا اتصالات يحكوا الناس يعني إيش ما نستخدم شامبو أطفال؟ لا نستخدم. لا بدنا نستخدم شامبو الأطفال كويس، لأنه حموضة 7.4 لما تدخل بالعين
العين ما بتحرق العين، ولكن إذا ضلوا على الشعر هيك بدون معالجة راح يحرق الشعر، طرف الشعر راح يصير مش كويس. نعم. فبالتالي بعديها بدنا نستخدم بلسم درجة حموضته 5.5 عشان نكون استفدنا من شامبو الأطفال ورجعنا نحموض الشعر للوضع. يعني الحموضة المثالية هي 5.5 مع شامبو الأطفال بزبط الموضوع، بس المهم نرجع على 5.5. بدي أشكرك حسام، شكرا لك دائما، نصائحك مهمة جدا. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.